ولما بدت على التنظيم السري أمارات النضوج، كان على القائد الغامض عبد الرحمن السندي أن يحرك الأذرع الخشنة لصالح الجماعة، وبأمر من مرشدها حسن البنا الذي أعطى إشارة بدء عنف مسلح اختلطت فيه الأوراق الدينية بالسياسية بالمصالح الشخصية. فكما تم إلقاء قنبلة بدائية لم تقتل أحداً على نادي الضباط الإنجليز، وجرت محاولة للاعتداء على جنود بريطانيين بالإسكندرية، واستهدفت بعض المصالح اليهودية، تم أيضاً تفجير أقسام بوليس المسكي والجمالية والأسبكية ونقطة السلخانة، وذلك في حوادث متفرقة ومناسبات مختلفة. تأسيس الجهاز الخاص تزامن مع العلاقة المرصودة بين التنظيمية، كانت أخذت شكل تنظيمي بين الإخوان كمؤسسة سياسية وبين المحتل البريطاني، وإن بقى في راتب شهري بيدفع أو مال شهري بيدفع للجماعة، وده موثق الباحث ماريك كيرتس في كتابه الاتصالات السرية بين بريطانيا والإسلام المتشدد. الغريب إن عمليات الجهاز السري ضد الإنجليز الاثنين العمليتين المرصودين كانش فيهم جريح واحد. الاحتفال الكريسماس ومفروض النادي بقى مليان في ليلة الكريسماس، وضرب القطر الإنجليزي في منطقة الشرابية، الاثنين ما كانش فيهم جريح واحد. ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من شباب الجماعة، وتمت إحالتهم للقضاء، وبثبوت الأدلة أوقع المستشار أحمد الخازندار عليهم عددا من الأحكام أثارت تبرم المرشد حسن البنا وضيقة. حضرت المحاكمة في قاعة المتفرجين يعني اللي بيقعد، وقلت الراجل ده لازم يعني يتخذ معاه تصرف. قالوا لي غيرك سبقك. ولم يكن لعبد الرحمن السندي أن يقف صامتا أمام شعور مرشده بالضيقة، لكن كان عليه أولا أن يعرف كيف يصل إلى الخازندار. كان عبد الرحمن السندي الله يرحمه كان هو المسؤول عن النظام الخاص، وبعت له اثنين يصطادوه، واستبعد ابتداء انه ينضرب في المحكمة، قالوا يبقى ضربه عند بيته. حكيم عيون فهم في العين. عشية 22 من مارس عام 1948، وبينما فلسطين على بعد أمتار من الضياع، كان السندي قد استقر على عضوي التنظيم حسن عبد الحافظ ومحمود زنهم تنفيذاً لاغتيال القاضي أحمد الخازندار في شارع رياض بمنطقة حلوان، على أن يقوم حسن بالتصويب في حين يقوم زنهم بالتأمين. الصبح بدري وقدام بيته، يبقى ربنا ريح فضيلة المرشد ورفع عن الجماعة بلاء عظيما. اعتبر جنازته بتتصلى. عظم الله أجركم فيه. في الصباح الباكر، وبينما كان المستشار أحمد الخازندار مع أسرته على مائدة الإفطار الأخير، تمركز حسن عبد الحافظ ومحمود زنهم في الموضعين المتفق عليهما في شارع رياض بحلوان يرقبان بيت المستشار، وقد تظاهر بالتسكع والانشغال بمطالعة الجرائد. وحين ظهر الخازندار خارجا من بوابة بيته مترجلا كعادته نحو محطة القطار، أخرج حسن عبد الحافظ مسدسه وصوب نحو الخازندار 3 رصاصات طاحت كلها بعيدا عن الهدف. عقب إخفاق حسن لم يرضى زميله محمود زنهم بأقل من قتل الرجل، فجرى نحو المستشار وسط ذهول الجميع، ثم طرحه أرضاً وبجنون ومن المسافة 0 أفرغ زنهم خزانة مسدسه بالخازندار. كل هذا كان على مرأى ومسمع من الزوجة الذاهلة التي كانت تشاهد من أعلى نهاية شريك عمرها. بعدها حاول الجنود الهرب والاختفاء، وقام أحدهم بإلقاء قنبلة يدوية، لكن البوليس
نجح بعد ذلك في إلقاء القبض عليهما. عقب اغتيال الخازندار تفجر الموقف داخل صفوف الجماعة. اختلف المرشد مع الرجل الحديدي علناً وعلى نحو مثير غير مسبوق. الأستاذ فريد عبد الخالق باعتباره أقرب الشخصيات إلى حسن البنا، وقد حكى لي شخصياً أنه بعد قتل القاضي أحمد الخازندار دخل على حسن البنا فوجده غاضباً غضباً شديداً وشد في شعره، وبنفس الطريقة حتى يعني صور بإيديه أنه أنا أبني وهم يهدمون، وظل يشد شعره في إعلان للغضب عن أنه لم يكن راضياً عن قتل أحمد الخازندار. لكن بالمقابل تجد تحقيق أجراه الدكتور عبد العزيز كامل، وكان عضو مكتب الإرشاد مع حسن البنا ومع عبد الرحمن السندي، وسألهم بشكل مباشر. سأل حسن البنا: هل أمرت بقتل أحمد الخازندار وأنت تحمل دمه يوم القيامة؟ فقال: لا، لم أأمر ولا أحمل دمه يوم القيامة. فعاد بالسؤال على عبد الرحمن السندي فأكد أنه أمر بقتله وأنه يحمل دمه يوم القيامة. فقال له: قال إيه بوضوح؟ قال: إذا كان ربنا يخلصنا من الرجل ده أو حد يخلصنا منه. فلم يكن هذا سوى رغبة مبطنة أو يعني لغة شفرية أو شكل من أشكال التوجيه للنظام الخاص بأن يتخلص من الرجل. فعاد عبد العزيز كامل على حسن البنا وقال له: هل ستترك الأمور بهذه الكيفية؟ فقال: لا، لن أتركها. لم يدر بخيال أحد من قاطني هذه الحارة أن هذا الانطوائي الصموت ساكن الشقة التي بالأعلى هو ذاته من يدير خارطة القتل وعمليات التفجير التي تموج بها البلاد. حسن البنا نفسه ورغم صورته المعلقة على جدار السندي لم يدرك أنه على بعد خطوات من استنساخ مرشد آخر سري للجماعة. لا، وكان سهولنا كده يعني، لو أصابته هذه كده وحجمه كده محدود يعني، ما يبانش عليه إنه حاجة. وعلى فكرة الناس اللي غاوية قريبة تبص لي هادي جدا وساكت جدا وكل حاجة، مش زينا بيتكلم. لا، صابت كده وبص لك كده هادي كده في كلامه ونص وقصت نص عليك كده وخلاص. كان شايف طاعة السندي له على إنها طاعة مش على إنها وصولية. كان يرى ان طاعة السندي له والسمع والطاعة والأدب في التناول والالتزام في تنفيذ المهام ده له، لكن هو الحقيقة ما كانش له، كان للسندي. يعني السندي في مرحلة لكي يكون هو السندي في الجماعة لابد ان يسمع وهيصطدم برأس التنظيم، استحالة. سوء طالع الإخوان وحده هو ما كشف كل أسرار جهازهم الخاص للشرطة، وذلك حين وقعت بين يدي البوليس سيارة جيب كانت قد تعطلت فجأة وبدت أمارات الريبة على الذين يستقلونها. في حاجات الواحد بيبقى مش عاوز يتكلم فيها. السيارة الجيب كان غلطة من أغلاط السيد فايز الله يرحمه. يعني كانت حمولة كبيرة وموجودة، كانت في أوضة واحد من إخواننا كان طالب في الطب في إعدادي الطب، وكان إعدادي الطب ده كان مفروض إن بعد كده هينقل على إسكندرية على كلية الطب في إسكندرية. أنا شخصيا قلت للسيد قبلها بأسبوعين أو أكتر إن في الحاجات الحمولة دي يعني مفروض إنها تتنقل، حاجات كتيرة كميات كبيرة فعلا. وبعدين فضل ساكت لغاية يوم 15 نوفمبر 48 دي، وانا خارج الصبح رايح شغلي جالي جواب منه ان النهاردة تنقل الحاجات دي لبيت ابراهيم محمود. هنقلها ازاي؟ تمام، يعني عايزة حاجة تنقلها. فبالصدفة لقيت واحد من اخواننا
ده بالصدفة في الشارع ماشي راكب العربية الجيب دي كانت مشترى حديثا من الجيش الإنجليزي ولسه ما تركب لهاش نمر. هذه السيارة كانت تحوي أسلحة ودخائر وملفات للتنظيم السري بها أسماء أعضائه، فضلا عن تقارير مفصلة تخص مخططات الجهاز المستقبلية. هذه الضربة المدوية عرفها الرأي العام باسم قضية العربية الجب، وعلى إثرها تم القبض على كل الذين وردت أسماؤهم في الأوراق وتقديمهم للمحاكمة، وعلى رأسهم المتهم عبد الرحمن علي فراج السندي. قضية العربية الجب هي إحدى هذه المنح والهدايا الإلهية للأمن المصري، أن يتم مصادفة استيقاف هذه السيارة بكونها سيارة لا تحمل لوحات معدنية بها أسلحة وبعض من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، وأيضا أوراق تنظيمية. كذا كانت طبيعة الحال في هذا التوقيت، لا توجد أجهزة لحفظ المعلومات سوى الأوراق، أوراق تحوي كل المعلومات الخاصة بالتنظيم من قياداته من تكليفاته من أماكن التدريب، كل ما تحتاجه الأجهزة الأمنية كان موجود داخل العربية الجب، وكان يتم نقله من مكان إلى آخر هروبا من الملاحقات الأمنية ومن التضييق الأمني الذي كانت تقوم به الأجهزة في هذا التوقيت. وهذه صور حصرية تعرض للمرة الأولى لقيادات وكوادر الجهاز الخاص وعناصر الإخوان المسلمين داخل السجن. ارتبك البنا كثيراً عقب انكشاف فضيحة فصيله المسلح، وفي الوقت الذي كان فيه السندي مع أغلب رفاقه وراء الأسوار والأجواء العامة مستنفرة ضد الإخوان بعد اغتيال الخازندار على يد الميليشيا السرية، قرر رئيس وزراء مصر ووزير داخليتها محمود باشا النقراشي أن يطرق الحديد وهو ساخن.